التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي يوم الثلاثاء ممثلين عن شركة مذكور للمشروعات الهندسية المصرية برئاسة محمد صقر المدير التجاري للمجموعة. حضر اللقاء المهندس مانع بن يومين وزير الكهرباء والمهندس عبد الحكيم فاضل وكيل الوزارة. اطلع الزبيدي من الوفد المصري على جملة من الأفكار والمقترحات التي تقدمت بها المجموعة لتطوير قطاع الكهرباء في بلادنا، واستعدادها لبناء محطات توليد بالطاقة المتجددة وتطوير خطوط النقل وتصريف الطاقة.